مواكبة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط يوسف الهلالي المحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ الهلالي. مرحبا بك أستاذ عبدالله. هل رست يعني سفينة مشاورات ماكرون على بر الأمان بعد نحو شهرين من الأخذ والرد؟ طبعا يبدو أن هذه المشاورات دخلت في مرحلتها الأخيرة، ولكن رغم ذلك فإنها ما زالت معقدة، وذلك لاعتبار أساسي وهو أنه في البرلمان لا تحتوي أي كتلة على أغلبية. هناك ثلاث كتل، وهناك كتلة اليسار اللي جاءت في الصف الأول وتطالب برئاسة هذه الحكومة، وتليها كتلة الوسط وكتلة اليمين، وبالتالي ليست هناك أي كتلة لها الأغلبية. وبالتالي رأينا أن هذه المشاورات ومغزى هذه المشاورات استقبال شخصية برنار كازانوف، شخصية من الحزب الاشتراكي، شخصية كزافي بيرتران وهي من حزب اليمين الجمهوري، وكذلك تم رئيس المجلس استقبال كذلك رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي تيري بوديه، وهو من المجتمع المدني، وهذا ما يعني الصعوبات التي تعترض الرئيس الفرنسي. فهو التقى هذه الشخصيات من يعني من أطياف سياسية مختلفة ومن المجتمع المدني، كما التقى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وهو يمثل اليمين، والرئيس فرانسوا أولوند وهو يمثل الحزب الاشتراكي واليسار بصفة عامة، بما يعني أن الرئيس الفرنسي أمام يعني تحدي حقيقي من أجل إيجاد الشخصية التي سيصوت عليها البرلمان، والتي لا والتي ستنال ثقة هذا البرلمان. وحتى الآن يصعب، لأن البرلمان هو الذي له الكلمة، بمعنى أنه اختيار أي شخصية من هذه الشخصيات التي حاول الرئيس من خلال المشاورات معها تجريب رد فعل البرلمان والرأي العام الفرنسي ستكون جد صعبة، لأنه لا أحد يمكن أن يضمن للرئيس كيف سيكون رد فعل البرلمان. هل سيتم حجب الثقة عن حكومة أي شخصية متقدمها أمام البرلمان؟ فعلا يعني دخلنا مرحلة معقدة بتحدي حقيقي اليوم. هل يكون البحث عن رئيس للوزراء ربما أسهل من بقية أعضاء الفريق الحكومي بالنظر للتحديات التي كنت تتحدث عنها أستاذ هلالي؟ بالطبع، لأنه حاليا من المؤكد أن هناك مشاورات سرية مع رؤساء الفرق البرلمانية من أجل إيجاد صيغة يكون نوع من التوافق حولها، لكن يبدو أنه الأمر ليس بهذه السهولة، على اعتبار أن مثلا كتلة اليسار كانت تطالب أنه باعتبارها الكتلة الأولى كان على الرئيس أن يختار الشخصية منها كما اقترحت شخصية في هذا المجال، وهو ما رفضه الرئيس واعتبر أنها لا يمكن أن تضمن الاستقرار. وبالتالي هناك نوع من الصراع، ومن منذ المشاورات في أول هذه المشاورات هناك نوع من الصراع، على اعتبار أن الرئيس الفرنسي يريد أن يتحكم في هذه العملية، في حين أنه لا يتوفر على الأغلبية وليست له أي يد على البرلمان وعلى الكتل المتنافرة التي يضمها هذه البرلمان، وعلى اعتبار أنه ليس هناك أي كتلة لها أغلبية واضحة. هذا بالإضافة إلى التقاليد الفرنسية التي لا تعرف هذا النوع من الكومبرومي، يعني من التوافق بين مختلف الأحزاب كما يقع في بلدان أخرى. نرى أن نفس مثلا في إيطاليا أو في بلجيكا أو في هولندا هناك أو ألمانيا هناك أحزاب من توجهات مختلفة تتفق على الحد الأدنى من أجل الحكم، في حين أن فرنسا هذا التقليد ما زال غائبا، وهو بلد منذ تأسيس الجمهورية الخامسة تعود على أغلبية واضحة تحكم البلاد. يعني بعد هذه المشاورات والشخصيات التي استقبلها الرئيس الفرنسي، هل بدأت ربما تتضح ملامح الحكومة الفرنسية المقبلة على ضوء ما رشح من تسريبات وما توفر من مؤشرات يعني شحيحة جدا؟ ربما أفضل يعني مرشح يمكن أن يوقظ الرئيس هو رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي تيري بوديه، على اعتباره ينتمي إلى المجتمع المدني ولا ينتمي إلى أي حزب،
من الأحزاب أو الكتل الثلاثة المتصارعة، ولكنه احتمال لابد أن ينال على الأقل دعم كتلتين. هناك ثلاث كتل، كتلة كبيرة لليسار، وكتلة تمثل الوسط، وكتلة تمثل اليمين واليمين وأقصى اليمين. وبالتالي فهذه الشخصية إذا تمكنت من جلب على الأقل دعم كتلتين، بمعنى هذا يمكن أن يعطيه الأغلبية داخل البرلمان، ويمكنه من التصويت على الميزانية على اعتبارها أول امتحان ينتظر هذه الحكومة الذي لابد التصويت عليه في بداية شهر أكتوبر. هذا هو اللي سيدفع الرئيس إلى ضرورة إيجاد شخصية غدا من أجل أن تتولى رئاسة الحكومة بفرنسا والخروج من هذه الأزمة التي طالت أكثر من المنتظر. أشكر جزيل الشكر سيد يوسف الهلالي المحلل السياسي، كنت معنا من الرباط، على كل هذه التوضيحات معك. شكرا لك.